الكثير، والحسابات السياسية والجيوسياسية والقراءات المختلفة. tout de suite في revue de presse. La revue de presse. شرق أوسط جديد يطل برأسه. المخطط يقوم على تفكيك الدولة أو الدول العربية وتوسيع حدود إسرائيل مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. تجدد الحديث عن الشرق الأوسط الجديد على لسان رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني ناتن بن يمين، الذي ربط بما يسميه الانتصار على قطاع غزة وحزب الله في لبنان وانهيار النظام السوري. إسرائيل الكبرى جزء من مخطط الشرق الأوسط الجديد. إسرائيل والشرق الأوسط الجديد، الكيان الصهيوني اللي بدأ في تغيير الخرائط بتوغله داخل سوريا وبتمركز الدبابات، والتغيير بدأ على أرض الواقع وفي طريقها إلى الظهور. هكا أحكاو كل تقريبا القادة الصهاينة. بالنسبة إلى العشاء الأخير، هوني ناجح بن جدو في جريدة الشروق اللي يقور مع مرور الأيام اللي بدأت تتكشف الحقائق حول كواليس سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي انتقل مع عائلته إلى روسيا. وتشير آخر المعلومات إلى أن الأسد تلقى قبل أيام قليلة من انهيار نظامه رسالة حاسمة من إيران نقلها وزير خارجيتها عباس عرقجي، الذي زار دمشق وتناول عشاءه الأخير في أحد شوارعها قبل نحو أسبوع من سقوط النظام. وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، فقد أوضح عرقجي للأسد أن إيران لم تعد في وضع يسمح لها بإرسال قوات لدعمه، وفقا لمصدر إيراني مطلع الذي أشار إلى أن الأسد أصبح يشكل عبئا أكثر من كونه حليفا. وأكد المصدر أن استمرار الدعم الإيراني للأسد كان سيؤدي إلى تكاليف باهظة على طهران. وأضاف المصدر أن طهران كانت قد أبدت استياءها من الأسد منذ حوالي عام، مشيرا إلى أن الأسد في حديثه مع عرقجي في الأسبوع الماضي أكد أن انسحابه من حلب كان تكتيكيا وأنه لا يزال مسيطرا ولا يحتاج إلى دعم. لكن بعد فترة قصيرة سيطرت الفصائل المسلحة على حما وثم حمص وحلب، مما دفع فصائل المحلية للتقدم نحو دمشق. ورغم تأكيد إيران دعمها العلني للحكومة السورية، إلا أن تقارير كشفت عن تخلي طهران عن الأسد في الكواليس. فقد غادر العديد من أفراد النخبة في الحرس الثوري الإيراني إلى جانب الدبلوماسيين وعائلاتهم متجهين إلى العراق. من جانبها لعبت تركيا دور مهم في دعم الفصائل المسلحة التي ساعدت في إسقاط الأسد واستولت على دمشق. وأوضح مصدر مطلع أن الاستخبارات التركية قدمت الدعم لهذه الفصائل من خلال صور جوية ورسم خرائط للمنشآت العسكرية، مما سهل الهجوم المباغت على دمشق. روسيا التي لم تشارك بشكل كبير في المواجهات فقد قدمت تعهدات علنية بدعم النظام السوري، ولكن مسؤولا سابقا في الكرملين اللي كشف أن روسيا كانت عاجزة عن تقديم الدعم الكافي للأسد بسبب استنزاف قواتها في الحرب ضد أوكرانيا. وفي المقابل ضمنت الفصائل المسلحة سلامة القواعد الروسية والمرافق الدبلوماسية في سوريا، مما جعل روسيا عاجزة عن التدخل العسكري بشكل فعال. ورغم دعم روسيا في البداية، فإن سقوط القواعد الروسية الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس كان مسألة وقت مع تقدم الفصائل. ووفقا جون فورمان الملحق الدفاعي البريطاني السابق في موسكو، إذا لم تتمكن روسيا من ضمان أمن هاتين القاعدتين اللي كان سيتعين عليها مغادرة سوريا، ومع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا لم تجد موسكو من خيار سوى التخلي عن الأسد، مما جعله في النهاية ضحية لمصير غامض بعد أن فقد دعم كل من إيران وروسيا. جريدة المغرب الصادرة لليوم اللي طرحت هذا الملف و زلزال أسئلة، هكذا عنوان زيادة كريشان الافتتاحية في جريدة المغرب، ويقول لم نستوعب ولم يستوعب بعد العالم ما حصل في سوريا. كيف حصل
كل ما حصل وما هي الخيوط الداخلية والخارجية لفهم عقلاني للأحداث المتسارعة ولخفاياها وخلفيتها. لسوريا كما يكتبها السوريون مكانة خاصة عند عموم التونسيين، لذا ترى هذا الاهتمام الواسع المتقاسم بين الفرح والحذر والتخوف. لقد جاء بعضهم بالأجوبة، ولكننا نعتقد أن زمن الأجوبة لم يحن بعد ولن يحن دون طرح الأسئلة، كل الأسئلة بما فيها تلك التي لم ترضينا وتخرجنا من دائرة رفاهنا. ما شاهد الفرح لسقوط نظام ديكتاتوري دموي حقيقية ومؤثرة، تلك الشهادات من عذابات وآلام الناس داخل السجون والمعتقلات وخارجها، من يمكنه ألا يتأثر لمثل هذه الفظاعات وأن يرى لها أي نوع من أنواع التبرير وألا يشمئز منها وألا يثور عليها؟ ومن نحن حتى نشك في كل هذه الروايات المتواترة منذ عقود والتي تجد اليوم آثارها المادية على الأجسام والأرواح؟ ولكن نظام بشار الأسد لم يكن فقط نظاما ديكتاتوريا دمويا، لكن كان كذلك يلعب دور إيجابي في محور مقاومة الحلف الصهيوني حسب إمكاناته وقدراته، كما كان الحال من قبل لنظام عبد الناصر وصدام حسين. على كل، لدي جملة من الأسئلة، وفي العدد القادم ممكن ما بين طائفية الداخل وتحالفات الخارج باش تلقاوها في الافتتاحية القادمة لزيادة كريشان. هذه الأسئلة المطروحة وقاعدين نراو أن كل العالم عنده عديد الأسئلة، لأكيد الأيام القليلة القادمة وساعات القادمة هي الفاصلة في عديد الإجابات. ممكن التجارب تختلف من مكان إلى آخر، لا يمكن تطبيق التجربة التونسية والتجربة المصرية في الانتقال اللي قاعد صاير على التجربة السورية واليمنية والعراقية، ولسوريا ولشعبها رب يحميه، فليكن العون، فلينصر الله سوريا وشعبها وكامل بلاد المسلمين. نواصل بعد الأخبار.